دلوقتي تركزي، جالك ازاي مسلسل الغرفة 207؟ بصي، انا الموضوع جالي كله بالصدفه. انا بنتي هنا زهران، المفروض ان هي بتمثل بقالها دلوقتي 5 سنين. ما شاء الله، تحيه كبيره لهنا. الحمد لله، هنا وبنحييك. في الحمد لله ناس كتير بقت عندها فكره عنها الحمد لله دلوقتي، وبقت معروفه الى حد ما. فانا بقعد معاها في اللوكيشن مده طويله، وانا شغاله بشكل عام بعمل لوح جداريه وبعمل لوحات، يعني بعيدا عن القصه بتاعت الميديا دي. فكان بيحصل كتير ان انا وانا قاعده في اللوكيشن ابقى قاعده فاضيه، فارسم حد من الممثلين مثلا واديها له از جيفت، او ان انا اقعد اعمل سكتشات. انت عارفه دايما الناس اللي بترسم بتلاقي دايما ايدها شغاله على طول، بتشخبط. فحصل اكتر من مره ان هم يتزنقوا مثلا في حاجه فجاه، يبقوا محتاجين ان هم يرسموها. طب انا اقدر اساعدكم وانت قاعده كده في اللوكيشن بتسلي نفسك. بالظبط كده. لغايه لما جات لي بقى فرصه في مسلسل رجاله البيت. طلبوا مني ساعتها ان انا اعمل لهم لوحه رصاص، المفروض ان هي بتضم الناس كلها اللي هي الابطال. وكان من ضمنهم هنا واسماعيل ابن الاستاذ احمد الجندي. فعملتها لهم، وديس واز ذا ستارت. دي كانت البدايه. ايوه بالظبط كده. وبعد كده بقى بدات اشتغلت في كذا مسلسل. في اللوح بتبقى ليها علاقه اكتر بالبورتريهات بتاعه النجوم، اللي هي بتبقى متعلقه في الديكور او حاجه كده، لان انا متميزه الحمد لله في الحته دي، في البورتريه تحديدا. بصي، هو الحمد لله يعني انا عندي خبره كويسه في استعمال معظم الخامات، لان معظم دي كانت يعني الفن ده اصل هو فاهمه يعني حاجه متنوعه جدا. طبعا مش بالضروره ان هو يبقى رسم بس، يعني ممكن انت تعملي لوحه موزاييك، ممكن تعملي لوحه لاكر، ممكن كل خامه بتبقى مختلفة عن الثانية، وبنحاول ان احنا نستغلها. بس انا بحب البورتري يعني. بس ما بعرفش ارسم قوي غير لو حد انا حاسه كده ان في مورال لينك بيني وبينه، ابقى حاسه ان انا عايزه ترسمي. بحب ان انا تطلع المشاعر دي في اللوحه. وبعد كده عملت لوح في كذا مسلسل، لكن المفروض ان هو كان طبعا اكبرهم واهمهم كانت الغرفه 207، لان دي اللوحه. كنتي تعرفتي؟ انا اسفه، كنتي تعرفتي عشان كده اختاروكي؟ بصي، انا هنا انا كنت اشتغلت مع فريق الانتاج ده تحديدا في كذا حاجه كده، عملتهم لهم في كذا مسلسل، فعارفين خلاص نرمين، فعارفين شغل نرمين داخل صناع المجال تحديدا، عارفينك. بدات الجمهور يتعرف عليكي من الغرفه 207. ما هي هنا بقى في الغرفه 207. هنا بنتي في دور ايه؟ واحنا عايزين نعرف. هنا المفروض ان هي في الحلقه السادسه في دور قمر، اللي هي البنت الليبية، اللي هي طبعا شعرها اسود، اللي كانت في الطرق. انا لسه ما وصلتش الحلقه دي. بصي، ده كل حلقه احلى من الثانيه بجد. عمل رائع. بس احنا عايزين نعرف رد فعل الجمهور، وخصوصا ان لوحاتك كان ليها اثر كبير جدا في الاحداث. ما احنا جينا بقى لما جينا الحته دي، هي هنا كانت اوريدي موجوده في المسلسل ده من الاول. وبعد كده لما جيت اتعاملت مع فريق الاخراج وكده، فقالوا ان هم عندهم اللوح اساسيه جدا في المسلسل ده، وان هم عايزين حد شاطر يحاول ان هو ينفذ اللوح دي. وطبعا التصميم ما كانش تصميمي انا.